نصر دلة لكن ينجح. كرة مساحة فريق الشط، لعب كرة ممتازة، الكرة تطول، فرصة أولى خطيرة لفريق الشط الكناري. يلعب كرة باتجاه ماهر الخيتوني، يتحصل على جانبية، تم التنفيذ سريعا من هذا اللاعب أحمد الميري. يلعب كرة داخل المنطقة ولكن بعد ذلك تأتي صافرة بخطأ لمصلحة فريق الشط. أولى البطاقات الصفراء في هذا اللقاء، يريد طرق الأبواب وهز الشباك في الناحية اليمنى بالتحديد. الخيتوني يلعب كرة داخل المنطقة ممتازة، ومحمد المدني في التصدي في الكرة الماضية خطيرة في هذا اللقاء دراسية. هذه لقطة الإعادة، جمال خميس اللي تابع المباراة. الكرة غادرت أرضية الميدان والمتابعة ترقب اللقاء من أجل الحلول في الشوط الثاني. أكيد هذه لقطة الماضية وتدخل اللي كان من عبد السلام. نتيجة اللقاء تعادل السلبي للحراري عبد الرحمن. كرة مساحة فريق الشط، يلعب كرة، كرة رائعة ممتازة لمساحة فريق الشط. عبد السلام حركة، لعبادي عبد الملك عبيد اللي كان يطالب بخطف في اللقطة الماضية. موكسي الشكر موصول، تصل للموكسي، مرور دخول داخل المنطقة، فرصة أولى أهداف تروح لمصلحة فريق الشط لكن الكرة تفتك وتقطع. ماذا يشير حكم اللقاء؟ سقوط وليد المرغني صاحب الغلالة رقم 7. هذه لقطة الإعادة مع أحمد الميري. إذا خطأ حوار من جديد. كرة المصلحة فريق المحلة، عماد العلوي، كرة داخل المنطقة لكن الإبعاد. ماهر الخيتوني، ماهر يلعب كرة داخل المنطقة، هاي راسية، هاي خطة، الكرة ممتازة، نصر دلة، فرصة والكرة تبعد ببراعة من مدافعي فريق الشط. دربك من جديد فراس جمعة لاعب البديل. هاد خدوات هاد كرة، هاد دخول داخل المنطقة. ماذا يشير حكم اللقاء؟ يشير عن ركلة جزاء. إذا ركلة جزاء هي الأولى في هذا اللقاء الشوط الثاني. قلت أن هي واضحة من المدرب رضوان الديب والبحث عن افتتاحية هذا اللقاء، وكأن كأن كان هذه لقطة الإعادة. هذا الحوار بين مدافعي فريق الشط، لاعبي فريق الشط، هل ستفتتح النتيجة؟ هذه لقطة الإعادة. لاحظ دخول فراس جمعة وكريست مابوندي من زاوية أخرى، أو لقطة الإعادة من جديد. شكرا. إذا ركلة جزاء، هل ستفتتح النتيجة؟ يلعب كرة، أول هدف اللقاء، أول هدف اللقاء مشاهدينا الكرام عن طريق البديل اللاعب الكاميروني كريست مبودي، يفتتح نتيجة اللقاء لفريق المحلة. إذا المحلة بقيادة رضوان الديب يفتتحون نتيجة اللقاء من ركلة جزاء. هذه لقطة الإعادة، الكرة وضعت على يمين حارس المرمى محمد المدني. إذا هدف مقابل الشيء لمن التحق بنا الآن، لمن تتابع مجريات هذا اللقاء. تغيرت سريعا مع انطلاقة الشوط الثاني. مدرب جمال خميس، كرة ثابتة في الناحية اليسرى من الملعب، الكرة تلعب، أي راسية، أي متابعة من جديد براسية تتحول إلى ركلة ركنية لفريق الشط. هذه كرة متابعة حمزة البرجي، كرة سهلة، عبد العزيز بريش للدورة، يلعب كرة داخل المنطقة، راسية، متابعة، فرصة التعادل، فرصة
فرصة التعادل من زاوية أخرى من عبد الرحمن الأحراري صاحب الرصية التي كادت أن تعدل نتيجة اللقاء. هذه لقطات الإعادة واللمسة الأخيرة اللي كانت عبد العزيز بريش صاحب الخبرة الدورة يلعب كرة طويلة داخل المنطقة. أين المتابعة الرصية؟ ممتاز، فرصة التعادل والتعادل يضيع في خوط لاعب محمد الدكال يا فريق الشباب في اللقطة الماضية. إذن هنا لقطات الإعادة، هذه كرة محمد الدكالي يريد تخصص في رفع الكرات العالية، ربما نشاهد هدف التعادل. الكرة تلعب داخل المنطقة، أي رصية، المتابعة في مرة أولى في مرة ثانية، التعادل 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 مشاهدينا الكرام، هو التعادل لمصلحة فريق الشط بالفعل، التعادل لمصلحة فريق الشط. عبد الرحمن الأحراري يأتي بالتعادل. إذن قلت عبد الرحمن الأحراري يعرف فريق الشط. هنا هذه لقطة الإعادة في مرة أولى وفي المرة الثانية في رأس الأسود يعزز أو يؤكد تسجيل الهدف. إذن سنعرف القرار الأخير بالفعل قشط، وبالفعل شاهدنا هدف التعديل. هذه الكرة الماضية بعد ما استقط تبع عبد الرحمن الأحراري ليأكد هدف التعادل لفريق قشط أمام فريق المحلة. قلت لقاء بطعم ديربي باتجاه كريس جونيور. الحكم الرابع احمد خضر. هذه لقطات الاعاده من زاويه اخرى، لقطات الهدف بالفعل هدف لكل فريق من 8 لقاءات. الكره تتحول كره على اليمين، متابعه دربك داخل المنطقة المحلة، متابعة موجودة. عبد السلام حركة يلعب كرة طويلة سهلة في حارس المرمى. وفي هذا اللقاء مشاهدينا متابعينا ينهي حكم اللقاء أشرف جمعة عن نهاية المباراة.